بتؤدة تسير عجلة المساعدات المتجهة من جديد إلى قطاع غزة بعدما قامت حكومة الاحتلال بشن حرب تجويع بكل ما استطاعت إلى ذلك سبيلا بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة لما يربو على 8 أشهر. الانفراجة جاءت بعد توافق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها مؤقتا عبر معبر كرم أبو سالم إلى الأمم المتحدة، بعدما هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن تطورات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. كانت إسرائيل قد حالت دون دخول أي مساعدات إنسانية منذ أن فرضت أمرا واقعا جديدا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني واستولت قوات الاحتلال عليه. خالد، قائد إحدى الشاحنات التي تتوجه إلى كرم أبو سالم في طريقها إلى داخل قطاع غزة بعدما أغلقت إسرائيل أبواب الإغاثة الإنسانية دون اكتراث بتبعات ذلك، وهو اليوم شاهد على استئنافها من جديد، أمضى الرجل ما يزيد على 2 شهرين متتاليين أظهر فيها الجلد والصبر وهو ينتظر إزالة العقبات عن طريق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. شايفين الضرب من أول ما حصل وما نقدرش نخش جوه والضرب ده شغال، بالنسبه للجيش بتاعنا مأمننا وما رضاش يدخلنا وضرب شغال، لازم يكون لما نيجي نخش لازم يكون مأمن لنا المكان. فالحمد لله بعد الفتره دي كلها لانهم بيتصلوا علينا امبارح لك التنسيق نزل وتعالى عشان نخش، فانت مأمن لك مأمننا الحمد لله تمام كل حاجه تمام. يعني الاول كانوا بيعاملونا الاول بيدخلونا ويطلعونا الاول ما فيش مشكله، دلوقتي من اول ضرب ده ما اشتغل واحنا واقفين ما فيش اي حد دخل داخل النهارده وبقى لي 75 قاعد هنا وداخل لسه ان شاء الله. تستعد شاحنة المساعدات هذه للانطلاق صوب الطريق المؤدي الى معبر كرم ابو سالم ضمن عشرات الشاحنات التي ستسلك الطريق ذاته للذهاب الى عمق قطاع غزة. سيكون قبل ذلك مجموعة الاجراءات التي تقول سلطات الاحتلال الاسرائيلي انها ستقدم عليها في ذلك المعبر قبل وصول هذه المساعدات الى داخل قطاع غزة، بعدما قامت إسرائيل بكل أشكال العراقيل على مدار الفترة الماضية للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبعد سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الأمر الذي حال دون وصول أي شكل من أشكال المساعدات إلى عمق قطاع غزة. هنا معبر كرم أبو سالم لا يبعد سوى 2 كيلومتر عن معبر رفح. سائق الشاحنات يدخلون عبر هذا المعبر إلى ساحة خصصتها سلطات الاحتلال من أجل ما تقول إنها عملية تدقيق لمساعدات إنسانية وطبية. هذا القدر من المساعدات على محدوديته لا يسلم من تعسف إسرائيلي، تعسف لم يكن وليد لحظة دخولهم إلى الجانب الآخر، لكنها مشاعر الغضب الممزوجة بالإصرار ترسخت في نفوس هؤلاء بعد أن أحكمت إسرائيل طوقها على قطاع غزة ومنعت ما تحمله شاحناتهم من بصيص أمل لأولئك الذين ينشدون فرجا. ساعات طوال أمضاها خالد ورفاقه في الجانب الآخر تاركا ما سمح له أن يترك قبل أن يعود إلى مقامه الذي غادره 75 يوما. والله إحنا دخلنا الصبح على الضرب اللي كان شغال ده كنا بقول مش هنطلع من جوه، بس الحمد لله طلعنا بسلامة الحمد لله. الضرب ما فيش يعني كان هادي، ما كانش فيه ضرب الحمد لله كله تمام، بس كان التعتيق يعني تحس اللي هم احنا جينا كم مرة كانوا شغالين بسرعة، بس النهاردة تحس اللي هم بطائين في الشغل. احنا كنا هنا في الساحة هنا اهوت، الضرب كان جنبنا بيهز الكابينة، يعني انا عندي الازاز انشرخ هنا اهوت من قوة الضربة وكده، ومتعسفين والله. حتى ما دخلنا جوه غيبونا في التفتيش برضو، يعني وقفونا على البوابة شوية فترة، وجوه في المسح الذري والتفتيش الحاجات ديات، وقعدونا كتير يعني في الشمس والله. تضييق الاحتلال العمدي على الشاحنات هذه لم يكن سوى قرينة أخرى على جرائمه ضد المدنيين، لكنها في الوقت ذاته تكتب قصة إرادة وصمود تؤمن بأن ضمير العالم سيشرق يوما وأنه لا يفلح الظالم حيث أتى.